الفحوصات الدورية المبكرة هي طبعا مهمة للاطمئنان على الصحة والابتعاد عن الأمراض، وخاصة المعدية عافانا الله وإياكم منها. ومن هنا تأتي عيادة الفحص الطوعي والمشورة عن نقص المناعة المكتسبة تطمن، وهذه العيادة الثالثة اللي تم افتتاحها في مركز فحيحيل الصحي. وأكيد من مركز الفحيحيل الصحي راح تنضم لنا زميلتنا لما أبو علاوي مراسلة قناة الأخبار عشان تعطينا بشكل أكبر على الخدمات اللي يتم تقديمها من هذه العيادة للراغبين في الفحص والاطمئنان على صحتهم. لما صباح الخير، ونبي نعرف أكثر حول هذا الموضوع خصوصا أنك اليوم متواجدة في عيادة تطمن. نعم، صباح الخير زملائي. بالفعل يعني دولة الكويت تعتبر الأولى عربيا في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز وفقا للتقرير الصادر من برنامج الأمم المتحدة. وتشير آخر الإحصائيات المحلية إلى أن 94% من المصابين تم تشخيصهم بالمرض، و93% أيضا منهم خضعوا للعلاج المناسب. زميلتي الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز يعتبر من سلم أولويات المنظومة الصحية، بدءا من توفير عيادات الفحص الطوعي والمشورة الموزعة في مختلف المناطق الصحية، ومرورا بإجراءات العزل وفحص المخالطين، ووصولا إلى تقديم علاجات مبتكرة للمصابين وفق أحدث البروتوكولات المعمول بها عالميا، وذلك في سبيل الوصول إلى قراءة صفر للفيروس في الدم. زميلتي، مثل ما ذكرتي، بالفعل المنظومة الصحية في وقت سابق قامت بافتتاح عيادة الفحص الطوعي والمشورة تطمن، وتعتبر هذه العيادة هي العيادة الثالثة على مستوى البلاد التي انضمت إلى العيادة المتواجدة في إدارة الصحة العامة في منطقة الصباح الطبية التخصصية ومستشفى الجهراء. للحديث أكثر وأكثر عن طبيعة الخدمات الاستثنائية التي تقدمها هذه العيادة المتواجدة في مركز فحيحيل الصحي، يسعدنا الآن أن نستضيف الدكتورة بشائر الصراف، وهي طبيب ممارس أول صحة عامة. يسعد صباحك دكتورة. دكتورة، من الجميل في هذه العيادة تقدم جملة وباقة متنوعة من الخدمات التشخيصية وأيضا المشورة وفق أحدث البروتوكولات المعمول بها عالميا، حدثينا أكثر. صباح الخير. العيادة طبعا افتتحناها قريبا، اللي هي عيادة الفحيحيل الصحي. ميزة العيادة أنها كامل السرية تتعامل مع المراجعين موجودين بالفترة الصباحية. بالنسبة حق الخدمات اللي تقدمها العيادة، خدمة المشورة نفس ما ذكرتي حضرتك، إذا المراجع عنده أي استفسار، أي مخاوف، أي شغلة كذي، ممكن يكلم الدكتور بخصوصية تامة. وبنفس الوقت ممكن أن نسوي له فحص سريع لمرض نقص المناعة المكتسبة، ما ياخذ دقائق، تقريبا أقل من 20 دقيقة تطلع النتيجة. بهذه الحالة نعرف إذا هو إيجابي أو سلبي. في حالة إذا طلع سلبي نقدر نقدم النصائح اللازمة وكذي للوقاية من المرض. في حالة أن إذا طلع إيجابي لازم نسوي فحوصات تأكيدية علشان نأكد النتيجة تكون مخبرية. طبعا نفس الشيء نأخذ الفحص من عندنا من المركز، يعني ما نبعث المراجع إلى أي مركز ثاني. وممكن أن خلال الفحوصات نقدم خدمات أخرى وفحوصات أخرى، اللي هي الالتهاب الكبدي الوبائي بي وسي والزهري، وممكن نسوي تحليل ثانية حق السيلان وحق الكلاميديا. يعني دكتورة، نستطيع أن نقول إذا طلعت النتيجة طبعا إيجابية يحول الشخص إلى المرفق الصحي المتخصص لتلقي العلاج المناسب. دكتورة، قبل الهواء كنا نتحدث بأن هذه العيادة المتواجدة في مركز فحيحيل الصحي تسير أو تطبق مبدأ السرية والخصوصية التامة من حيث المعلومات الشخصية وإجراء الفحوصات، كيف تطبق هذه السياسة؟ الحمد لله أن احنا عندنا في مركز صحي، يعني الإنسان لما يدخل أو أي مراجع ما يحس بوصمة أنه هو دخل مثلا مكان الناس بتعرف شنو فيه أو هو حق شنو جاي، لأنه هو مستوصف. بالتالي يدخل على الدكتور في منتهى السرية، الدكتور ما رح يسأله شنو اسمك، ما رح يسأله أنت من أي منطقة جاي، ما رح يقول عطني بطاقتك المدنية أشيك على معلوماتك. مجرد أنه يدخل العيادة أي وقت
صباحا من غير مواعيد لأي جنسية كانت، لأي فئة، ذكر أنثى، أي منطقة، ما لا الدكتور ما يسأل عن ولا شيء من هذه الأشياء، مجرد أنه يقعد يسأل، يستفسر، يعبر عن مخاوفه، يتكلم عن اللي يبي بمنتهى السرية. والفحص الطوعي نفس الشيء يتم. أيضا دكتورة، خط ساخن، يوجد خط ساخن موجود طبعا هذا لأي استفسار، ويوجد عندنا واتساب بعد أي وقت، حتى لو ما كان عندنا بروشور أو ما كان عنده رقم، مجرد أنه يدخل في الجوجل فحص الخط الساخن للإيدز راح تطلع له الأرقام موجودة. ممتاز، يعطيك العافية دكتورة. كانت معنا الدكتورة بشائر الصراف، وهي طبيب ممارس أول للصحة العامة. بالفعل زملائي، اليوم نستطيع أن نقول بأن المنظومة الصحية حريصة كل الحرص على التوسع في هذه المنظومة، بدءا من تقديم التوعية والمشورة وأيضا التشخيص، وفي النهاية تقديم العلاج المناسب. إذا كان لدى الشخص أي شكوك أو أعراض، يتوجه فورا إلى هذه العيادات التي تتعامل وتطبق مبدأ السرية والخصوصية التامة. ودائما نردد هذه المقولة الذهبية بأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، وأن الصحة لا تقدر بثمن. هذا كل ما لدي زملائي، وننتقل إليكم. فعلا لما الصحة لا تقدر بثمن، وشاكرين لك على هذه التغطية الرائعة، ودائما أنت تغطي لنا يعني الفعاليات والورش عمل وغيرها من الأمور اللي قاعد يقومون فيها وزارة الصحة بأروع شكل. شكرا صراحة لك ولضيفتك الكريمة.